السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة إن شاء الله. فلا بيدو إن شاء الله غنتكلموا على واحد مجموعة أمور مرتبطة بتعلم اللغة الفرنسية، وغنجاوبوا على واحد مجموعة من الأسئلة اللي مهمة ومصيرية. أولها علاج الإنسان المغربي كيبغي يتعلم اللغة الفرنسية. إذا جينا شفنا وحللنا مزيان علاش، كنلقاو مجموعة من الأسباب. نقدروا نجمعوا الأسباب كلها ونقسموها إلى قسمين. كاين قسم شخصي وكاين دارج منه. مثلا في القسم الشخصي، الإنسان كيبغي يقرأ ويتعلم اللغة الفرنسية، لأنه بالنسبة ليه إلا تعلم الفرنسية وتكلم بها كيحس براسو كينتمي لواحد الطبقة معينة، واحد الكلاس سوسيال شوية فيها شوية البريستيج. كاين عاود تاني الاسباب الشخصيه، دائما كيتعلم اللغه الفرنسيه لانه عنده بها حاجه يوميه، يمكن ربما كيقري بها وليداتو مثلا في الابتدائي او الاعدادي، كيعاونهم شي شويه في لي ديفوار او شي حاجه هكا. وكاين ايضا دائما في الاسباب الشخصيه، كاين اللي كيتعلم اللغه الفرنسيه لانه هو في دراسته مثلا ديال شي شعبه، مثلا بحال دروا فرونسي ولا ليكونومي، كتبغي شويه الفرنسيه، دونك خصو يخدم شي شويه الفرنسيه باش يلاه يواكب الدراسه ديالته. هذه بعض الاسباب الشخصيه. الشق الثاني نقدروا نتكلموا على الاسباب المهنيه، وهي كثيره، وربما الاغلبيه، ربما الاغلبيه ديال الناس كيضطروا يتعلموا اللغه الفرنسيه باش تعاونوا في خدمته. وهنا كاين جوج ديال، نقدروا نقولوا جوج ديال الحالات. كاين الحاله ديال الانسان اللي كيتعلم اللغه الفرنسيه هو خدام، وكيعرف انه كل ما تعلم اللغه الفرنسيه كل ما كيتحسن الوضعيه ديالته الاعتباريه في يعني في الخدمه اللي كيخدم، ماديا او معنويا او هذا. هذه حاله. وكاين حاله انه الانسان كيتعلم اللغه الفرنسيه باش يبني او يبدا نوفال كارير، يبدا واحد مسار مهني معين في خدمه معينه. كنعرفوا بزاف ديال الناس دابا الشباب لا سيما كيمشي يتعلم الفرنسيه مثلا باش يخدم في لي سونتر دابيل باغ اكزومبل. اذا كاين مجموعه اسباب كتخلي الانسان المغربي يتعلم اللغه الفرنسيه. وقبل ما ندخل صلب الموضوع ديال هذا الفيديو، ما فيها باس كيبان لي مفيد جدا، عاود نذكر بواحد القواعد السبعه اللي هي اساسيه باش كل واحد فينا باغي يدخل هذا البروجي ديال بروغريسي اون كومونيكاسيون، واحد سبعه ديال النقاط نتفقوا عليها وبسرعه ان شاء الله. اول حاجه خصنا نحاربوا ما يسمى بالنمطيه. النمطيه العبثيه هي الطريقه الكلاسيكيه اللي كنشوفوا كلنا. شو بغيت يتعلم الفرنسيه كيمشي يتعلم واحد الكلمه وكيشوف الترجمه ديالها. ان هوم قلتها شحال من خطره، هي رجل. دوبوي هي منذ. هذه راه طريقه لا تفيد في شيء، وقلت بانه هذه الطريقه قد تفيد واحد النيفو في الابتدائي يمكن، اما انت اللي بغيتي تبروغريس اون كومونيكاسيون الطريقه راه فيها شيء. اول حاجه خصنا نحاربوا الطريقه الكلاسيكيه اللي كلشي كنشوف كيتعامل بها واننا كنضيعوا فيها الوقت. ثاني حاجه هو بريسيزي لو بوت، نحددوا لوبجيكتيف ديالنا او الهدف ديالنا. علاش باغي نتعلم الفرنسيه؟ تكلمت قبيله على مجموعه ديال الامور كتدفع الانسان يتعلم، خاصو يحدد الهدف باش نعرفوا واش غنحقوا الهدف بنسبه ديال 80 90 100% الى اخره. فاي واحد كيحقق اكثر من 85% من الهدف اللي سطر فبالنسبه لينا حنا راه العمل ديالو راه ناجح. ثالثا هو التكوين، غناخذوا هاد لا فورماسيون خدها كمشروع ان بروجي، والبروجي ما كيداش بين عشيه وضحاها، غنتعلم اليوم غنخدم اليوم وغدا نتعلم، لا. ان بروجي كياخذ وقت طويل وطويل بزاف، قد ياخذ منك سنوات على حسب كل واحد والكاباسيتي ديالو. رابعا التكوين الذاتي، التكوين الذاتي هي لوطو فورماسيون، غنخرجوا من داك النمط ديال الاستاذ اللي في القسم كيعطيك كل شيء. لوطو فورماسيون انت قلب، لانه ملي كتكون امام التلامذه ديالك مثلا في القسم في لاصال ولا هذوك انت كتلقن، هنا ممكن كتكون انت في واحد الوضعيه اللي كيتعلم كيوض التلقي، ولكن في هذا البروجي، هذا البروجي البروغرام سو كومونيكاسيون انت اللي خصك دير المبادره. طبعا كنعطيك واحد المجموعه ديال الادوات تستعملها باش تافونسي، وانت اللي خصك دير المبادره. ما تسناش ديك داكشي الكلاسيكي، بمعنى اخر تمشي تسجل في شي سونتر وتجي تحضر مره او جوج مرات في السيمانه وتقول صافي انا تمشي تحضر ديك الحصه ساعه او ساعتين مع ان فورماتور كيتكلم معاك بالفرنسيه صافي. لا، المبادره خصك تكون انت دير ديك التكوين الذاتي لوطو فورماسيون مزيان وتكلمت عليها شحال من خطره. خامس حاجه وهي لاكسيون، ما خصناش نبقاو نتكلموا بزاف قدر ما خصنا نديروا نفعلوا. وانا تكلمت ديك المره على ريسبسيون اورال، تكلمت على الاوديو فيزوال، تكلمت على لا ليكسيور، حطيت بعض عدد الدقائق في كل حاجه، يعني هذا الشيء هو لاكسيون، هو الفعل باش نقدروا نزيدوا. سادسا اي لغه فرنسيه ولا غيرها، القوه ديالها في النطق، بمعنى وانا كنتعلم ما نلغيش هذيك الفكره ديال النطق، لانه مع الاسف كتلقى بعض الناس عندهم دي بون بوست
وعندهم دي بون بوز زعما بمعنى الكلمه، وعندهم دي بون ديبلوم، عندهم شواهد عليا نيت، ولكن في النطق في الفرنسيه كينطق لدرجه انه ذاك المتلقي بعض المرات، كنقول بعض المرات، كيكره يسمع هذيك الطريقه ديال النطق. دونك وانت كتعلم اي لغه فرنسيه او غيرها، وانت كتعلم حاول ما امكن دير لي تيست ديال النطق، تكون عندك لا برونونسياسيون قاده باش ما تنفرش هذاك الانسان اللي يتلقى من بعد. من تكون كتكلم انت بلغه اجنبيه، الاخر اللي كيسمع ما ينفرش، لانه لا برونونسياسيون اللي ما كانش مقاده، الا كان غالب على واحد اللكنه تفسدها، راه الانسان غيديرونجي في هذا في الاستماع ديالو، يمكن ما يسمعش ديالو. واخر حاجه، النقطه السابعه اللي مهمه ومهمه بزاف وكاكد عليها شحال من خطره، هي لا سيرتيفيكاسيون. ما عندها حتى شي معنى دير واحد المجهود وتقرا ودير واحد ما عرف شنو هو، وفي الاخر ما تقلبش على واحد لا سيرتيفيكاسيون معترفه. ما كنتكلمش على لي زاتيستاسيون، قلتها في لي فيديو، ما كنتكلمش عن الصوت تخلصو يعطيك في الاخر شهاده بانك قريتي الفرنسيه. لا، خذ اون سيرتيفيكاسيون. اعدكم ان شاء الله انني ندير لكم واحد الفيديو على لي سيرتيفيكاسيون المعتبرين ان شاء الله. اوكي، اذا هذه واحد المجموعه ديال القواعد الاساسيه، انا سميتهم سبعه ديال القواعد، ضروري منهم باش نقدروا ننطلقوا ان شاء الله في البروجي ديالنا اللي هو بروغريسيون كومونيكاسيون. نوقف واحد هنايها باش نتكلم على العنوان ديال بروغريسيون اون كومونيكاسيون. بزاف كيسولوا علاش بروغريسيون اون كومونيكاسيون، منين جبتيها؟ هي راه غير واحد العنوان بسيط كنلخصوا فيه عمل المجهود اللي كنقوموا به. بروغريسي اش كتعني؟ كتعني ايفولوي، بمعنى التطور. بروغريسيون بجا كنزيد، لانه ما كنظنش انه شي واحد فيكم هنايا او كيسمعني دابا نول اون فرونسي، زيرو اون فرونسي، ما يمكنش. والا باش يدخل يوتيوب خصو يكتب يوتيوب في الكلافي، دونك عنده بعدا دي نونس. دونك هو خصو بروغريسي، خصو يدوا افونسي. دونك بروغريسي باختصار هو الى بغيتو نقولوا اكيرير دو نوفو سافوار، يعني نوسع المعارف او المدارك ديالو ونزيد لقدام. او ميو طبعا كنتكلموا بروغريسيف في لو كوتي بوزيتيف، طبعا الجانب الايجابي. داكور، بروغريسي يعني كنزيدو داكور واحد خطه معينه الى اخره. اون كومونيكاسيون، علاش درنا اون كومونيكاسيون؟ باسكو كلمه كومونيكاسيون شامله وعامه، وبعض الناس كيظنوا بان كومونيكاسيون هو اللفظي. لا، هو اللغوي، يعني اللي كنستعملوا فيه فقط الكلام. لا، لا كومونيكاسيون هو اي ايشونج. راه ملي كتكون واقف نتايا في الضوء الاحمر، راه كاين واحد التواصل، واخا الضوء الاحمر راه جماد ما كيتكلمش ما عندوش لسان، ولكن راه كاين واحد ليشونج وكاين واحد لا كومونيكاسيون اونتر فو. ملي كيشعل الخضر وكتزيد، راه كاينه نوتر كومونيكاسيون كدوز انسي دوس. دونك كومونيكاسيون سي اي تبادل. دونك حنا خصنا نحسنوا في التبادل ديالنا، وكنتكلموا في الكوتي ديال بيان سو ديال اللغه الفرنسيه. وهنا غنتكلموا كاين واحد، كاين بزاف ميتقال في هذه القضيه ديال لا كومونيكاسيون، كاين بزاف ميتقال. ونخرجوا من داك النمطيه اللي قلت لكم ديال لا كومونيكاسيون هي فقط داك الشيء اللي كنسمعوا نتكلم به. لا كومونيكاسيون ماشي هي اورال، ما كدوش غير من الفم للاذن. لا، راه قلت لكم ديك المره في واحد الفيديو السابق، سيروا ديروا بحث على باغ اكزومبل لو لونغاج نون فيربال، قلبوا عليه شوفوا شحال كيمثل في لا كومونيكاسيون، شحال النسبه المئويه اللي تكلموا عليها الناس. الناس سبيساليست طبعا. اذا لا كومونيكاسيون شيء واسع اكثر مما تتصوروا. ودابا ان شاء الله غندخلوا لصلب الموضوع ديال هذا الفيديو، اللي هو شنو؟ اللي هو شنو هو النيفو ديالي ديال الفرنسيه، لان كل واحد عنده واحد النيفو معين، وكيفاش من هذا النيفو اللي انا فيه ندوز النيفو اللي هو احسن، وهكذا نحسب راسي كنتقدم. طبعا القواعد السبعه اللي تكلمت عليها قبيله هذوك يبقاو ثوابت، يعني هذيك هذوك لا غنى عنها. دابا اجيو ندخلوا نتكلموا شي شويه ام تي بي اون ديتاي. راه اي عمليه تربويه قبل ما نبداوها كنديروا سكون ابل ان تيست، في اللغه البيداغوجيه كنسميوها التقويم، ليفالواسيون. ولا قلبتوا مشيتوا بحثتوا، واخا هذا الشيء زعما بغيتوا تقلبوا، الله يعاونكم على انواع التقويم غتلقاو بزاف. الا شينا نقلبوا على لي تيب ديفالواسيون غتلقاو بزاف. كاين اللي كيحصرهم في سبعه، في ربعه ديال لي تيب، وكاين اللي كيمشي حتى لسبعه ديال لي تيب ديفالواسيون، وكاين يمكن كاع اللي كيمشي اكثر. حنا اللي كيهمنا من هاد ليفالواسيون نعرفوا انه هي واحد العمليه من خلالها كنحددوا بعض، كنحققوا بعض الاهداف. حنايا ليفالواسيون غنديروا حيت كاينين بزاف كما قلت لكم، كاين ليفالواسيون سوماتيف، كاين فورماتيف، كاينين بزاف. حنا غنخدموا ليفالواسيون دياغنوستيك، كاين اللي كيسمى بري ايفالواسيون، وكاين اللي كيسمى هذا ليفالواسيون دياغنوستيك. بالعربيه سميتها التقويم التشخيصي باللغه العربيه، اللي كتخلينا بور اون فيت لوبجيكتيف سي كوا، سي جوست اون فيت بور ديتيرميني لو نيفو دو شاكان دونتر فو. نحددوا النيفو ديال كل واحد في واحد
ديسيبلين معينه، واحد الماده معينه او لغه معينه خصنا نحددوا. وهنا كنقترح عليكم واحد العمل، نتمنى كلكم تشاركوا فيه، كلكم بدون استثناء. اي واحد كيشوف هذا الفيديو شارك في هذا العمل، لانه عمل كبير وكبير بزاف، غيعاونك بزاف 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 باش دير الخطوه الصحيحه نحو تعلم اللغه الفرنسيه. هذا الامر اللي كنطلب كل واحد منكم يشارك فيه امر مهم بزاف. علاش؟ انه غادي يحدد المستوى ديالك انت في هذا الامر اللي بغيتي دير، اللي هو تعلم الفرنسيه. انا كنقول بروغريسيون كومونيكاسيون، تعرف انت راسك فين كاين في هذا لو بروجي، واش انت من الاولين، واش من الناس اللي في الوسط، واش انت متقدم مزيان الى اخره. اوكي، باش نحققوا هذا كنقترح عليكم 3 تيست. كلمه تيست نقدر نستبدلها اللي ما يفهمهاش باختبار، غير هو ما يفهمش الاختبار اللي كنفهموا حنا ديال اخر السنه والامتحان الكبير. لا، اختبار نديروا لا كونجوغيزون هي اختبروك، ياك اختبروك معناها كنحاول كنجربك، ياك لو تيست هو هذا. عندنا ثلاثة ديال لي تيست. سمعوني، كاين تيست سميتو كونيسونس اي لونغ، و تيست اورال، و تيست اكري. ثلاثة، تيست كونيسونس اي لونغ، تيست اورال، و تيست اكري. هاد التيست الأول اللي سميتو كونيسونس اي لونغ، هو فيه خمسة ديال لي تيست، فيه تيست جينيرال، غنتكلمو فيه يمكن على لا كولتور فرونسيز، على لي بروفير مثلا، على لي زابيتود، بزاف الامور عندها علاقه باللغه ومصدر اللغه والماده الى اخره. ثانيا عندنا تيست غرامير اللي كتعرفوا، غتكون فيه 20 سؤال في لا غرامير. عندنا تيست كونجوغيزون اللي مهم بزاف، وعندنا فيه واحد 10 ديال لي كيسيون. عندنا تيست فوكابولير، وعندنا فيه حتى 10 ديال لي كيسيون. وعندنا التست اورتوغراف اللي فيه حتى 10 ديال لي كيسيون. اذا هاد التست الاول اللي سميتو كونيسونس اي لونغ فيه 5 ديال لي تيست: تيست جينيرال، تيست غرامير، تيست كونجوغيزون، تيست اورتوغراف، اي تيست فوكابولير. عندنا 5. نعاود نذكر، تيست كونيسونس اشنو فيه؟ كونيسونس اي لونغ اشنو فيه؟ فيه تيست جينيرال 10 ديال لي كيسيون، غرامير 20 كيسيون، كونجوغيزون 10 ديال لي كيسيون، اورتوغراف 10 ديال لي كيسيون، وفوكابولير 10 ديال لي كيسيون. اذا في المجموع عندنا 50 نقطه. مزيان. التيست الثاني كما قلنا هو التيست اورال. التيست اورال عليه 20 نقطه، بمعنى 50 الاولى و20 هي 70 نقطه. تري بيان. والتيست اكري عليه 30 نقطه، هي 100 نقطه. في المجموع غنعطيك واحد المعدل على 100، هذاك المعدل على 100 نقسموه حنا على 5 باش يعطيك النقطه على 20. عملية بسيطة، حسابية بسيطة جدا. هاد المجموعة ديال لي تيست ان شاء الله نبداوهم قريبا، ان شاء الله في لي فيديو ان شاء الله اللي يكونوا من بعد. الهدف منها هو تعرف راسك انت في هادشي كامل، فين كنت في هادشي كامل، اين موقعك او مستواك من هادشي كامل، ومهم بزاف ان شاء الله. فإلا بغيتي تشارك معايا الامر بسيط جدا. اذا باش تشارك في هاد لي تيست الامر بسيط جدا، غادي نلوح في كل فيديو تيست، وكل فيديو وكل تيست انت غتجاوب عليه. تيست ديال كونيسونس لونغ اللي فيه جينيرال، غرامير، كونجوغيزون، اورتوغراف، فوكابولير، ونجيو التيست ديال اورال تا هو، التيست اكري، هادشي كلشي غنشرحو كل واحد فيديو خاص واضح تخي تخي كلير، ما فيه حتى شي مشكل، على اساس اننا ان شاء الله من بعد غنجمعو هاد الخير كلو، ونقدرو ديك الساعة نحددو اون بو ديتيرميني النيفو ديال كل واحد فينا. كل واحد فينا يقدر يعرف النيفو ديالو فين كاين. وهنا غادي نتكلموا على كيفاش غنخدم لا بروغريسيون ديال كيفاش كومون جو بو بروغريسي اون كومونيكاسيون بناء على المعطيات ديال هاد لي تيست. وهاد لي تيست راه سون دي تيست لي مصوبين مزيان، ومخدومين مزيان، ومضبوطين مزيان. بيان سور سي ان ترافاي بيرسونيل ديالي شخصي، لي ما فيه لا كوبي كولي لا حتى حاجه. نتمنى ان شاء الله تستافدوا في هذا البروجي ديال بروغريسيون كومونيكاسيون، تكونوا من المشاركين بكثافه، وتستافدوا مزيان من هاد لي تيست هادو، ومن خلال ان شاء الله هاد لي تيست تقدروا ديروا الانطلاقه صحيحه نحو فعلا اون فري بروغريسيون اون كومونيكاسيون. نتمنى لكم التوفيق، حفظكم الله تعالى، والى موعد قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.